السلام عليكم الحباب، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد، غنتقاسم معكم اون غوسيت دو موفين سالي او طون اي او زوليف. غادي نحتاج لهم ان شاء الله جوج بيضات، 150 غرام ديال الحليب، 100 غرام ديال الزبده مذوبه، 225 غرام ديال الفرينه، ان ساشي دو ليفيغ، خنيشه تاع خميره شيميك كيماويه، 100 غرام ديال الطون، ان بو دي زوليف سوات نوار سوات لي فيرت، ان بوتي اونيون ريسولي، اي 50 غرام دو فرماج رابي. اول حاجه غنبداو بالبيضات بجوج، غادي نطربوهم. من بعد غنزيدو عليهم الحليب، دابا غنزيد الزبده ديالنا اللي ذوبنا، وغنبقى كنطرب. نبقاو كنخلطو مزيان مزيان. دابا غادي نزيدو لو ساشي دو ليفيغ شيميك. الخميرة الكيماوية. ملي كتوصلنا القوام ديالها كي كيكون كتكون بحال هكا العجينة ديالنا، دابا غادي نزيد الطون. من الأحسن يكون الطون ناتور ميكونش فيه الزيت، ومن بعد غادي نزيد، انا فضلت ندير الزيتون الخضر لان هو اللي كان عندي. الا كان عندكم الزيتون الكحل يمكن لكم حتى هو ديروه، حتى هو كيجي زوين، كيعطي بنه زوينه وكيعطي المنظر حتى هو زوين، ولكن حتى الخضر زوين. وغادي نبداو كنخلطوا. مني من الاحسن مني كنوصلوا لهذه المرحله يمكننا نخلطوا بسباتول ولا بشي معلقه نتاع العود. ودابا غادي نزيدوا هذه البصيله صغيره اللي شلطتها وقليتها في شويه الزيت البلديه، ودرت لها مليحه ودرت لها بزيره، على داكشي غتشوفوني ما غاديش ندير لا بزار لا ملحه لان درتهم في هذه البصيله. وغنبدا كنخلط كلشي. ودابا غادي نزيد 50 غرام ديال الفرماج غابي، فرماج محكوك، اي نوع عندكم ديروه ما كاين حتى مشكل. ايوا غنكملو التخلاط كما خاصنا نديرو. كما تشوفوا هكا كتجي القوام ديالها بحال هكا. وغادي ندوزو دابا ان شاء الله للتعمار. لي مولا موفين ديالنا هما درت لهم دهنتهم بالزبده ودرت لهم فرينه، ودابا غادي ندوزو ان شاء الله باش نعمروهم. غادي نبداو نعمرو المعلقه ديالنا بحال هكا، وغادي نبقاو نكبوها فيه. هكذا غادي نكونو عمرنا المول ديالنا كامل. ها المول ديالنا كلهم عمرناهم، غادي ندوزو ان شاء الله نديرهم دابا في الفرن. غادي نديرهم على حراره 180 درجه، 30 25 30 دقيقه ان شاء الله. ولو هما نورمالمون ما يحتاجوش ديال السيليكون اللي كيحتاجوا هاد العمليه، ولكن
كومين كنديروها. هما كما كتشوفوا هما وجدوا، جا المنظر ديالهم غزال، جاو محمرين وجاو بنانين بنانين بزاف، وجاو سون موالو على الانتيغيور، وجاو محمرين ومقجمطين من برا. كنتمنى ان هذا الفيديو يكون عجبكم، وان هذا الوصفه تكون عجبتكم، وما تنساوش ديروا لي لايك، وما تنساوش تابوناو الا ما كنتوش مابونين. ورمضان مبارك سعيد.